مدرب الخليج يوديهم بعيد بهذا الاداء سعد؟ هو قاعد يتكلم هو اصلا من قبل تصريح بيدرو ايمانويل كان يتكلم انه بعد الجوله الرابعه يعني التوقف راح تشوفون فريق مختلف، وكان يتكلم عن الناحيه دي. اليوم انهى قبل التوقف انهى الجوله الرابعه بتفوق وحصول على 3 نقاط، فاتوقع انه بيدرو ايمانويل يعني له تجربه سابقه مع التعاون وتميز، والان قاعد يقدم نفسه بشكل مميز. وديهم بعيد مع بيدرو شاهد رشز البيدرو مانويل، خلينا نوضح النقطه ابو الوليد، هذه يوديهم بعيد قصدك في ايش؟ في الترتيب؟ اي يوديهم بعيد يعني ممكن انه يحافظ على الخليج انه يبقى في دوري المحترفين فقط، لكن انه يروح معاهم المراتب المتقدمه ما اتوقع بناء على الفرق الموجوده المميزه في الدوري الثمانيه. اوكي، اي تعليق اخير على الخليج سعد علي والخليج والباطن؟ تعليق اخير انا على المدرب بيدرو ما اعتقد انه يوديهم بعيد، على اللي قاعد اشوفه ما في اي تطور. نزول الفريقين هالموسم صح؟ اي اعتقد انه عنده فرصه كبيره للبقاء. الله، البقاء صعب مع هذا الأهل.